مرحبا، أريد أن أسألك بعض الأسئلة. كم عدد المرات التي قررت بها أنه يجب عليك القيام بشيء ما ولكن في النهاية لم تقم به؟ على سبيل المثال بدء التدريب أو الانضمام إلى صالة ألعاب رياضية والإهمال بعد أسبوع أو أسبوعين، أو ربما الاشتراك في دورة معينة تعلمك موضوع يساعدك كسب المال ولكن في النهاية لم تستثمر من وقتك في دراسة الدورة أو تطبيقها حتى، أو حتى شراء كتاب وبعدها نسيانه على الرف. هل هذا يبدو مألوف لك؟ ربما السبب في ذلك أنك لم تقرر بعد 100% أنك ستفعل ذلك، ولم يكن لديك الروتين الصحيح الذي يدفعك لفعل ذلك. يوجد مقولة تقول الأفكار تصبح عادات والعادات تصبح أفعال. جميعنا لدينا أفكار وجميعنا لدينا الأشياء التي نريد القيام بها أيضا. المسألة هي الطريق بين الفكر والتنفيذ، وهذه هي العادات، الأشياء الصغيرة التي يفترض بك القيام بها كل يوم لجعل الأشياء تحدث. لا يوجد أحد نجح في يوم واحد. النجاح يأتي مع الوقت، مع الأشياء الصغيرة التي تقوم بها كل يوم وتتحول ببطء إلى عادات. أيضا الفشل عادة يحدث بنفس الطريقة، وأنا لا أتحدث عن الفشل الذي يأتي بعد التجربة والمثابرة، وإنما عن فشل من نوع آخر وهو النقص الكامل في الأداء. حاول تجنب العوامل الثمانية التالية التي قد تسبب لك الفشل في كل مرة من جديد وتمنعك من إمكانية التقدم والنجاح بطريقة كبيرة. العامل الأول هو أنت لا تجري أي تغييرات أو تتوقع نتائج أخرى. لتحقيق النجاح يجب عليك تجربة أشياء جديدة طوال الوقت ومعرفة ما ينجح وما لا ينجح. إذا كنت تستمر في فعل ما تفعله الآن سوف تستمر في الحصول على نفس النتيجة، وإنما الشجاعة بالخروج من منطقة الراحة الخاصة بك ومحاولة أشياء جديدة والمجازفة. نصيحتي، فكر في الأشياء التي فعلتها في الأشهر الستة الأخيرة واسأل نفسك هل قدمتك لهدف ما؟ إذا كان الجواب نعم استمر في فعل ذلك، وإذا كانت الإجابة لا توقف فورا وقم بتغيير طريقة عملك. العامل الثاني هو أنك تستمر في الانتظار للوقت المناسب. إنه خطأ كبير أن تنتظر للوقت المناسب لأنه لن يأتي أبدا. إذا كنت تعتقد أن اللحظة الحالية هي الوقت الغير مناسب فكر مرة أخرى، إنه مجرد عدم اليقين الذي يجعلك في التردد. معظم الناس لا يمكنها المجاسفة، لذلك لدينا عقلنا سيبدأ صنع الأعذار لنا مثل الآن ليس الوقت المناسب للاشتراك بمشاريع جديدة، الأسبوع القادم سيكون أكثر ملائم. إذا كنت ترغب في تحقيق أهدافك يجب أن تتصرف الآن وليس غدا. العامل الثالث هو أنك لا تخطط ولا تركز على هدف معين. هل تخطط يومك؟ هل لديك خطة واضحة ومنظمة ومكتوبة؟ هل تستيقظ كل يوم وتعرف بالضبط ما تريد القيام به وما هي المهام التي تحتاج لإكمالها؟ إذا لم يكن الأمر كذلك فقد حان الوقت للبدء. بعد عام من الآن سوف تندم من عدم تنظيم وقتك كما يجب، لأن المهام التي يجب عليك القيام بها لن تختفي أبدا، بل ستتراكم عليك المزيد والمزيد من المهام. ابنوا خطة لتحقيق أهدافكم وتدريجيا حققوا هدف واحد تلو الآخر. ليس هنالك حاجة لتخطيط خطة معقدة وكبيرة، يجب أن يكون تخطيط بسيط ومنظم بحيث تعرف بالضبط ما يلزمك فعله كل يوم للاقتراب من الهدف الذي تريده. أنصحك كتابة ما تريد تحقيقه بعد شهر من اليوم، بعد 6 أشهر من اليوم، وبعد عام من اليوم، وبهذا ستعمل. العامل الرابع هو أنك تحول فشل أمس إلى نقطة بداية يومك. الكثير من الأشخاص الذي فشلوا في شيء ما لن يحاولوا النجاح في هذا المجال مرة أخرى،
لأنهم يعتقدوا أنهم غير جيدين بما فيه الكفاية، وهذا خطأ فادح. العديد من الأثرياء في العالم لم ينهي دراستهم، ولكن هذا لم يوقفهم واستمروا في المحاولة حتى نجحوا. فمهم جدا أن تحاولوا مرة أخرى. العامل الخامس، أنت ترفض تحمل المسؤولية. ربما يكون هذا هو السبب الأول وراء فشل معظم الناس حسب رأيي في تحقيق أهدافهم. يكفي أن ترى في المنتديات أو مجموعات بالفيسبوك ما يفكر فيه الناس حول الدورات التعليمية في أي مجال، دورات المبيعات عبر الإنترنت، دورات التداول في الأسهم بالبورصة، دورات البيع بالعقارات، وجميع التعليقات نفسها: الدورة ليست جيدة، لم يعلموني الأسرار للدورة، اليوم من المستحيل أن أنجح، وأخرى وأخرى أحد أعذار أسمعها. من النادر جدا العثور على رد من إحدى المشتركين أنه كتب لم أنجح، من يستطيع مساعدتي، أو لقد فشلت في موضوع معين، هل من شخص من ذوي الخبرة يمكن أن يفحص ما فعلته خطأ؟ ليس كل فشل هو خطأك، ولكن كل فشل هو مسؤوليتك. إذا أشرت بإصبع الاتهام على شخص آخر فلن تتمكن من تغيير أي شيء. عليك أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن الوضع. اترك الماضي الذي لا يتغير وانظر للمستقبل، وفكر فيما يمكنك فعله بشكل أفضل. نصيحتي، عندما لا تنجح في شيء ما، أولا اسأل نفسك أين أخطأت؟ أين كنت مخطئ؟ كيف يمكنك النجاح في المحاولة الثانية؟ العامل السادس والأخير، أنت تريد وتتوقع أن يكون كل شيء سهل. الطريق للنجاح صعبة ومعقدة، وتتطلب الكثير من الاستثمار والمثابرة والصبر. معظم الناس الأكثر نجاحاً في العالم فشلوا أكثر من مرة حتى نجحوا. لا يوجد مهنة بالعالم هذا يمكنك النجاح بها بسهولة. النجاح يتطلب الكثير من الجهد. نصيحتي لكم، إذا قررتم النجاح في مجال معين فافعلوا ذلك حتى النهاية، حتى تنجحوا. عندما بدأت نشاطي التجاري على الإنترنت واجهت العديد من الصعوبات وفشلت عدة مرات، ودائما كنت أقول لنفسي سأحاول هدم هذا الجدار حتى أنجح. إما أن يهزمني هذا الجدار، وإما أنا سأهدم هذا الجدار. إذا لديكم العزيمة والإصرار لا شيء سيهزمكم. والآن اذهب لتحطيم الحائط الخاص بك، ولا تستسلم حتى أن تهدمه بالكامل. وإذا كنت تريد المساعدة والتوجيه إلى طريق النجاح، أكاديمية كامبوست هنا من أجلكم. بالنجاح للجميع.